ليكي لبون، قبل كل شي لازم تتعلمي على أسماء قطع السيارة. ايه اوكي، وامتى بدي سوق؟ لك طولي بالك، دغري بدك تسوقي، في شي نظري لازم تتعلميه بالأول. شوفي هذا شو اسمه؟ دركسيون. بتلفي يمين بتلف السيارة يمين، بتلفي شمال بتلف السيارة شمال. شو بكي نسمع؟ معقولة ما أعرف الدركسيون؟ بعرفه أختي من سيارات المطارقة، فوتيلي بالمهم يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي أول دعسة هون شو اسمها؟ بنزين. الثانية فرام. هلأ بسيارات الجير العادي بيكون في دعسة ثالثة اسمها دبرياج، ما لنا فيها، نحن عم نسوق أوتوماتيك. إيه خلص حفظتهم، بنزين وفرام. إمتى بدي سوق؟ ليكي لبنى صرعتيني، ها هيك ما بيمشي الحال معي ابنه، بدك تتركيني علمك براحتي. قومي قومي عدي ورا الدركسيون لعلمك كيف تضربي مارش وتشغلي السيارة. يعني ضروري أنا اللي شغلها؟ لكان كيف بدك تسوقي؟ شلون بدك تسوقي بدون ما تشغلي السيارة؟ شو تنادي لهم لجيران يشغلوا لك إياها؟ قومي يلا قومي انزلي يلا. خلص خلص قايمة. مسكي هاي النقطة اللي استعرت ابنك امبارح. خلصتي منها بسرعة؟ ايه ليش مستغربة؟ لا حبيبتي هلأ بدك تفهميني، كريزة الشطارة هي من وين اجتك؟ أنا كريزة؟ يعني هيك فجأة صرتي دريسة؟ فهميني؟ دخلك بيجي مع حرارة ولا لا هاي؟ يا الله ما بيخك، يعني الواحد الدرس ما بيخلص وما درس ما بيخلص، هات شو ما تشجعيني معساس انت رفيقتي؟ صباح الخير من جيرانة سميحة، صباح الخير أنسي نغم، صباح الخير أنسي. صباح النور، يلا صبايا اسمحولي، باي. أهلين. أدري؟ أنت شو عم تعمل هون؟ جيت أطمن على أنسي نغم. عني أنا؟ لكن اي والله ما تدرى خالته ميادة انه انا بعرف انه نغم هون بالجامعة وما جيت اطمنت عليها، والله لا تزعل مني ميكم تفرمني فرم. اي شكرا سيد ادري، انا منيحة كثير ومو ناقصني شيء. جبت لك شوية دفاتر مشان تكتبي عليها المحاضرات. ليش عذبت حالك؟ والله عندي كثير ومو ناقصني شيء. يي ايش هالحكي؟ سلامة خيرك. وجبت لك كمان شوية أقلام، قلم اسود وقلم احمر ومسطرة ومحاية وبراية، وجبت لك دفتر تلوين. محاية وبراية ودفتر تلوين، شو تلميذ ابتدائي؟ لك معلش من جيران لسميحة معلش، خلي تكتب وترسم وتمحي على كيفها. على كل حال يسلموا ايديك. الله يسلمك، يا عيب الشوم ما بشي من واجبك. اشكني ما عندكم هون قهوة او مقصف الجامعة نشرب لنا شي فنجان قهوة سوا؟ انا بعتذر لانه هلا محمد وانا كمان. طب يلا بالاذن تعالي نفهم. مع السلامات. امان الله، الله يوفقكم ان شاء الله بتنجحوا. يا عيني شو اعمل هلا؟ شو تعملي؟ هذا الطريق نزله، راح نكر السياره كرسه، بتيلي ايديكي منيحه الدركسيون وش حطي فرام لما منصير بالاخر. اوكي الفرام هذا اللي على الشمال ما؟ اي نعم مزبوط اللي على الشمال، انتبهي منيح وتطلعي قدامك، وهي راح نزل لك فرام الايد. اوكي